مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من The Lighting Hub. رح نكمل فيديو اليوم المشروع اللي بلشناه لشاليه، عملنا فيه المبنى وعملنا فيه غرف. اليوم رح نشوف كيف حنضيف الفرنتشر وكيف رح نضيف الأبواب والشبابيك. خلينا نبلش بداية ونعمل غرفة جديدة اللي هي الغرفة الكبيرة هاي، وحتى نضيف فيها الفرنتشر لأنه فيها أغلب الأنواع اللي رح نحتاجها. فمنعمل draw new room ومنروح على الحدود الداخلية زي ما تعلمنا، ومنعمل one click عند كل زاوية حتى نروح على الزاوية اللي بعديها. أضفنا غرفة جديدة اللي هي هاي الغرفة الكبيرة، نروح على 3D نلاقي الغرفة هاي موجودة عنا. خلينا أول إشي نضيف الشبابيك والأبواب لهاي الغرف اللي إحنا عملناها. بعد ما خلصنا من هذا التاب اللي بعديه هو منضيف فيه الشبابيك ومنضيف فيه الأبواب. بداية إذا بدنا نختار شكل الشباك، في عنا هون باللايبرري تبعت الديالكس نفسه في ستاندرد شبابيك بأشكال متعددة ودايمنشنز متعددة، وفي كمان أبواب بأشكال متعددة. طبعا ما حيكون فيها الأشكال الديكوراتيف أو الأشكال اللي هي غريبة، أغلبها زي ستاندردز بيجي بأطوال مختلفة، ف نختار منها أنسب إشي منلاقيه لمشروعنا. مثلا لهذا المشروع بدنا نختار الشباك اللي بهذا الشكل، نعمل دبل كليك منلاقيه طلع عنا هون بالأكتيف أبيرتشر. في عنا ثلاث طرق رئيسية حتى نضيف الشباك على الغرف: Position Active Aperture، Draw New Aperture، أو Drag and Drop. طبعا لازم يكون عند الحيط بالضبط. أندو حتى نشوف الفرق بين كل واحد والتاني. البوزيشن أكتيف أبيرتشر بحط لنا هذا الشباك بالدايمنشنز اللي إحنا مختارينها هون، يعني رح إذا هلأ عملنا أد لهذا الشباك رح يكون طوله متر ونص، العرض تبعه متر ونص، الفريم ويث اللي هو عرض الفريم تبع هذا الشباك 0.12، والسيل هايت اللي هو ارتفاعه عن الأرض، ارتفاع أسفل الشباك عن الأرض 0.8 meters. فإذا بدنا نعمل أي تغيير عليهم من هلأ، مثلا إذا عملنا الـ width 1.8 حيضيف لنا الشباك هذا بالـ width 1.8. منلاحظ كيف ضفنا الشباك عند الحيط اللي اخترنا، وشكل الشباك بالأطوال اللي اخترناها. لو نروح على 3D منشوف كيف نزل عنا الشباك، السيل هايت اللي هو بين الأرض وحفة الشباك من تحت 0.8 meters. هاي أول طريقة لحتى نضيف فيها الشباك. وطبعا زي باقي الأشياء بنقدر إما نغير الدايمنشنز تبعونه من هون، أو كمان بنقدر بس نختار هذا الشباك منغيره من هدول الأيكونز زي ما حكينا بالأشياء اللي قبل، إما بالسكيل مثلا نعمله على قد الحيط أو قد الشباك بالرسمة، ممكن نعمل موف لمكان الشباك، ممكن نعمل روتيت بالطريقة اللي بدنا إياها. بس طبعا يعني إذا عملنا هيك الشباك هيكون مش منطقي، فلازم برضو إحنا نكون نختار الإشي بالطريقة الصحيحة. هنعمل أندو، نرجع نصغره شوي من هون. طبعا زي ما حكينا بنقدر كمان نصغره من هدول الدايمنشنز، مثلا لو نخلي طوله مترين هنلاحظ انه طول عندي الشباك صار مترين بمتر وسبعين 1.8 بهذا الشكل، صار اكبر.
طريقة تانية اللي هي draw new aperture، احنا نختار من وين يبدأ ومن وين ينتهي هذا الشباك. فمثلا انا عندي هون شباك صغير، نختار نقطة البداية من هون، من عند الحيط احنا بناخد الشبابيك، فهاي نقطة البداية ونقطة النهاية. فبهذا الشكل برسم لي الشباك وبرضه بالدايمنشنز الموجودة هون، فرح يكون عندي طول هذا الشباك مترين زي الشباك اللي قبل لأنه إحنا ما غيرناه. إذا قررنا نغيره one click عليه ومنغير طول الشباك. منلاحظ إذا مثلا بدنا نرفعه عن الأرض أكتر من هيك، منخليه مثلا هي متر ونص، منلاحظ كيف ارتفع الشباك، الحفل تحت ارتفعت عن الأرض متر ونص. خلينا نضيف شباك اللي هو بيكون على طول الحيط لهاي الغرفة، زي عبارة عن برندة مغلقة ممكن نعتبرها. فهاي الشباك عندي على طول الحيط هذا وبرضه ارتفاعه على كامل المبنى أو على كامل الطابق. مثلا نختار شكل تاني للشباك، مثلا بهذا الشكل أو بهذا الشكل اللي هو ستاندرد، بس شباك واحد أو جهة واحدة. ممكن زي ما حكينا الطريقة الثالثة إنه بنعمل دراج ومنروح عند الحيط اللي بدنا نضيف فيها، بس تطلع لنا الايكون اللي هي بلس هاي، بنعمل دروب، بنترك الماوس ولحاله بنزل. كمان مرة one click وبنسحبه للمكان اللي بدنا اياه، وبعدين بس نوصل للنقطة اللي بدنا اياها او الحيط اللي بدنا اياه وتظهر علامة البلس، بنعمل دروب بنتركه، بنعدل عليه بالطريقة اللي بدنا اياها. بس بنختاره بهاي الطريقة، سكيل للحدود اللي بدنا اياها مثلا بهذا الشكل، والشباك الثاني بهذا الشكل. نروح على 3D، صار عنا الشباك على طول الحيط ولكن لسه يعتبر قصير متر وخمسة وثلاثين، احنا بدنا اياه تقريبا على طول الحيط او يعني مينيمم 3 متر. فنعمل 3 متر وثلاثة متر للشباك الثاني. لما قدرنا نختاره 3 متر. كمان نقطة بنلاحظ انه ارتفاعه عن الارض ضله 0.8، فانا ما بدي اياه بهذا الشكل. نقدر مثلا نختار الشباكين مع بعض، نعمل شيفت تطلع مع علامة البلس، نختار الشباك الثاني، اما منغير السيل هايت من هون نخليها 0، او من الموف هون نقدر نزيحه للنقطة اللي بدنا اياها، او ممكن كمان نستخدم الفيوز التانية. بنلاحظ هون رحنا على الفرونت فيو وبرضه منودي او منزيح الشباك للنقطة اللي بدنا اياها، وهي صار هون السيل هايت اللي هو 0، فصار عندي الشباك على طول الحيط بهذا الشكل. خلينا نروح على 3D كمان مرة. منلاحظ انه هذا الشباك احنا رسمناه على الحيط هاي، ولكن بالمقابل في عندي فتحة على قد الشباك بالحيط المقابل. بهاي الحالة منحل الموضوع، بس منضغط على الشباك اللي بدنا اياه بطلعنا option fixed cutting depth. هاي بتحلنا انه ما يعمل cut من الحيط للحيط، هذا الديالوكس يعني عنده هذا الاوبشن. فبس بنعمل one tick عليها، بنلاحظ انه سكر لي الحيط اللي مقابل لإله، برضو هذا سكر الحيط معه. نعمل fix cutting depth، بنلاحظ انه اخد الشباك بالطريقة اللي احنا رسمناها. نفس الشيء لو بدنا نضيف الابواب، الابواب
ناخدها من الليست اللي تحت دورز في إلهم دايمنشنز مختلفة. طبعا زي ما قلنا ما بفرق الدايمنشن، احنا بنقدر نعينه او نختاره بأي مرحلة من مراحل العمل، فما بفرق عنه شو الدايمنشنز الأساسية تبعون هذا الدور. مثلا هذا الباب بهايت مترين، الوث تبعه 90 سنتي والدبث 18 سنتي. نفس الشيء إما position أو draw أو drag and drop. خلينا نعمل draw، أنا شخصيا بفضلها حتى عطول ياخد لي العرض اللي أنا بدي إياه. فهون عملنا الباب بهاي الطريقة، الارتفاع تبعه مترين اللي هو الستاندرد. منلاحظ كيف صار عندي باب هون بين هاي الغرفة وهاي الغرفة. خلينا مع بعض نضيف الفرنتر تبع الغرف. الأثاث والأوبجيكتس نضيفهم من الآيكون اللي هو بهذا الشكل، زي في شكل الطاولة، زي باقي الأشياء اللي شفناها زي الشبابيك والأبواب. برضو في عنا ليست بتكون أو موجود لايبراري للبرنامج الديالكس، فيه مجموعة من الفرنتر والأوبجيكتس اللي بنقدر نضيفها على البرنامج. غالباً لو أنتوا أول مرة حتشغلوا البرنامج رح يكون عندكم عدد محدود من الأثاث هون، فهون رح ينزل كل أشياء الهستوري اللي أنتوا استخدمتوها في مشاريعكم السابقة، حتكون كلها موجودة هون. فإذا أول استخدام لإلكم ما رح يكون فيها الكم من الأثاث. نقدر نعمل فيفوريت لبعض الأوبجيكتس أو بعض الأثاث اللي هو بتكرر استخدامه بشكل كبير، فبسهل علينا الوصول لإله، بصير أسرع إنه إحنا نلاقي الفرنتشر المناسبة. أو ممكن كمان من الكاتلوجز منروح عليها دبل كليك وبتطلع عنا كل الفرنتشر باللايبراري تبعت الديالكس. الحلو بهاي الليست إنه مفصل نوعا ما، في عنا الهوم فرنتشر، كل الفرنتشر المتعلقة بالبيوت، بالأوفيسز، السانيتري اللي هم زي التويلتس والمطابخ، ممكن نلاقي فيها بعض الأوبجيكتس، الشوب ديزاين، الأشياء اللي هي للمعارض وللمحلات، ممكن نلاقي برضو أوبجيكتس مفيدة بالنسبة لإلنا، للأوتدور بلانينج، ممكن كمان الستريت بلانينج، وفي أديشن بعض الأوبجيكتس اللي هي ممكن نستخدمها بأي مشروع أو أي نوع من أنواع البروجيكتس. لو مثلاً إحنا بدنا لهدول الغرف بدنا نحط الفرنتشر تبعتهم، هنروح على الهوم فرنتشر دبل كليك، بيجي لنا سب كاتيجوريز كمان نقدر من خلالها نتخصص بنوع الفرنتشر اللي بدنا إياه حتى يسهل الوصول لإله. فمثلاً إحنا خلينا نضيف طاولة السفرة اللي موجودة هون بهاي الغرفة، فمنروح على الهوم فرنتشر ومنروح على التابلز. التابلز في أشكال متعددة، ديزاينات مختلفة، طبعاً ما رح يكون فيها زي ما قلنا الأشكال الديكوراتيف كتير، ولكن يعني بتلبي الغرض كديزاين مرتب ويكون كل الأشياء زي ما إحنا بدنا إياها. فمنختار أنسب طاولة بالنسبة لإلنا، مثلاً لطاولة أكل أو داينينج، خلينا مثلاً نختار هاي الطاولة. دبل كليك إذا بدنا نخليها بالأكتف، أو ممكن كمان زي ما قلنا drag and drop من اللايبراري نفسها. هعملها delete ونشوف إحنا كيف رح نضيف الطاولة. زي ما قلنا في عنا إما drag and drop من اللايبراري نفسها أو من هون من الactive object، أو بحالتنا هون بدنا طاولة واحدة، فمنشوف هون شو الarrangement الموجودة. في عنا place individual object. هلا حنشوف كمان شوي كيف رح نستخدم هدول الارنجمنت، كتير بسهلوا علينا في حالة وجود أكتر من object أو طريقة معينة في ترتيب الobject، فنختار من هدول الارنجمنت. ولكن إحنا هون بالنسبة لطاولة السفرة عنا individual object، نختار place ومنشوف وين المكان اللي بدنا نحطها فيه، بس نعمل one click.
بنلاحظ هون نزلت الطاولة بالأبعاد اللي موجودة عندي هون 0.6 1.4 الطول وارتفاعها 0.72. زي باقي الأشياء بدنا نغير الطول والعرض تبعها، ممكن بالسكيل وممكن زي ما قلنا بهدول السايز. فمنخلي أطوالها أو الدايمنشنز تبعونها حسب الدراوينج. طبعا بإمكانكم ما تتقيدوا بالدراوينج نفسها، ولكن احنا حاليا عم نمشي على أساس هاي الدراوينج. نشوف كيف نضيف الكراسي اللي حواليها. كمان مرة منروح على الكاتالوج، إذا ما كان موجود نعمل من سيلكت ومنروح على الكاتالوجز دبل كليك حيرجع يطلع عنا. فهاي اللايبراري تبع الديالكس، منروح على الهوم فرنيتشر ومنشوف التشيرز، بنختار واحد من الكراسي اللي برضو تكون ملائمة لكراسي سفرة مثلا. خلينا نختار هذا السيمبل تشير، شكله عادي. وحاليا بدنا نضيف مجموعة من الكراسي بترتيب معين. في اوبشنات بتسهل علينا بالديالكس حتى نضيف كل هاي المجموعة مرة واحدة. عندنا الريكتانجلر ارينجمنت، بوليجونال ارينجمنت، اذا كان سيركولر، اذا كان شكل الاوبجكت او الارينجمنت تبع الاوبجكت سيركولر، او ممكن كمان يكون لينير. فمناخد اللاين من اول لاخره، بضيف لنا مجموعة من الكراسي مثلا او الاوبجكت اللي احنا مختارينه بالترتيب هذا. فرضا احنا بنضيف الثمان كراسي اللي موجودين هون على هذا الطرفين، فحختار draw rectangular arrangement. خلينا نشوف كيف بيطلع معنا. هنعمل الrectangular اللي بدنا اياه، هاي الحدود تبعته. بنلاحظ كيف نزل لي مجموعة من الكراسي arrangement بعدد 5 × 3. هون حيبين عنا number of objects. هلأ ببساطة منغير الأعداد حسب إحنا شو موجود عنا. أنا عندي 4 كراسي، صفين من هدول 4 كراسي، فحنعمل 4 وهون 2. صار عندي هاي 4 كراسي هون و 4 كراسي هون. شغلة كمان كتير يعني بتسهل علينا بدايلكس اللي هي هاي الخطوط زي reference lines، هدول برضو بيسهلوا علينا حتى نختار المكان تبع هاد الأوبجكت. فإحنا بس منودي اللاين للمكان اللي بدنا إياه لمنتصف موقع الأوبجكت، وبالتالي بينزلوا بنفس المكان الموجود في الدروينج. إذا إحنا مثلا بدنا نغير اتجاه كل الكراسي مرة واحدة، منلاحظ هون بالروتيت في عنا إمكانية انه نقلب شكل الكراسي كلهم مرة واحدة بهذا الشكل. او ممكن كمان نختار الروتيشن تبع الالمنتس او الروتيشن تبع الارينجمنت كامل. يعني مثلا لو عملنا هون 90 درجة، بنلاحظ انه كل element انقلب ب90 درجة، فصار اتجاهه للشمال. طريقة تانية حتى نعمل روتيت، زي ما قلنا من هون بيعمل روتيت لكل الارينجمنت مرة واحدة، فهاي برضو بتسهل علينا إذا إحنا مو عارفين بالضبط شو هي الزاوية اللي بدنا نلفهم فيها. لو نروح على 3D هنشوف اتجاه الكراسي. منلاحظ إنه هدول الكراسي اتجاههم صحيح، ولكن هدول يعني بالعكس المفروض. فمنقدر ببساطة لو ضغطنا عليهم حيختار لي كل الارينجمنت، فأنا بدي بس هدول 4 كراسي. بنعمل سيلكت، بنضلنا عاملين كليك وبعدين دروب لما نخلص السيلكت على هدول الكراسي، وبعدين روتيت بالشكل اللي بدنا اياه. وبالتالي عملنا روتيت لهاي الجهة من الكراسي. نشوف مع بعض صاروا كلهم، إذا بدنا نشوف
الروتيشن، مثلا نختار واحد من الكراسي، نلاحظ انه ملفوف ب 176 درجة بهذا الشكل. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديوهات اللي عم ننزلها وعم تطبقوا المعلومات اللي عم ناخدها مع بعض بسلسلتنا التعليمية. بالفيديو الجاي رح نحكي أكتر كيف رح نغير أسماء الغرف وكيف رح نعين اللوكس ليفل المطلوب لكل غرفة، وبرضه رح نضيف بعض الفينيشز، بعض الألوان على الفرنتر أو الحيطان أو الأسقف تبعت هاي الغرف. ما تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وفولو لأكاونتاتنا بفيسبوك وإنستغرام. وإذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي قبل، نتمنى منكم إنكم تحضروها وتحكوا لنا رأيكم. لحد ما ننزل الفيديو الجاي، ضلوا بخير وبأمان واستنونا. سلام.